رجعنا بعد الغنية اللي كنا نسمع فيها توا، معنا ضيف ثاني اسكندر أمير. نقول له عسلامة، مرحبا بك معنا في غاديو ياسمين. عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. يعيشك. وإن شاء الله نتمنى، فهمتني، عام مبروك عليكم وعلى راديو ياسمين ذي اللي هو الانترنت على الانترنت. ان شاء الله نتمناه وكما قالوا الزملاء الكل، معناه يولي لنا على الاف ام ان شاء الله. ويكون ينافس معناها الاذاعات الاخرى وكذا. المعروف المهم على هي موجود في الاف ام. المهم هي ماهيش منافسه، لكن تخدمنا في الاول وفي الاخر، تخدم الفنان التونسي والمثقف التونسي معناها. تخدم واقع الاعلام كذلك صحيح التونسي. صحيح. المهم بون، شنو تنجم تقول للعباد اللي ما يعرفوش اسكندر امير؟ اللي نصور برشا مازالو ما يعرفوكش خاطر ما عندكش جي سينجل ولا ما عندكش غنية متاعك. والله اسكندر امير معناها بداياتي، معناها كيما الناس الكل غنينا قبل في دور الشباب هذيا في البدايات معناها، وسمعوني برشا ناس وقالوا لي يعطيك الصحة وصوتك حلوك الزاد، وشجعوني اني معناها باش نزيد نقدم في المجال هذايا. وجاو معناها دي كاستينج كيما مثلا سوبر ستار وقدمت فيه وتقبلت هنا، معناها كانوا في اللجنة وقتها الرحباني واسمو اسامي كبيرة وقتها القعود ملحن في معناها وقتها. كي قبلوني يعني في الكاستينج هذاك وعداوني لمرحلة لبنان، معناها ماك تعرف واحد الثقة تزيد، معناها تزيد أكثر. يقول بما أنهم ملحنين اقتنعوا بصوتك وقالوا لك يعطيك الصحة وباش نعطيوك شانس أخرى إن شاء الله في بيروت، يعني البدايات معناها كانت من غادي. ومن بعد ولات ان شاء الله كيما الناس كل حفلات خاصه وكذا، وتوا الحمد لله قاعدين نحضروا في برودوي ان شاء الله. ما حبيتش نتسرع، واحده واحده قاعد يحضر للالبوم تاعك ان شاء الله جديد، والانتاج الخاص بك انت ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل لك وان شاء الله يرى النور قريبا ان شاء الله. لكن تزيد نعرفوا كذلك اسكندر امير. اسكندر امير مش الاسم الحقيقي ليك، وانما هو الاسم الفني، لو كان تحكي لنا عليه شويه. والله حكايه اسكندر امير هذيا منهم انا، معناها كنت نغني في الحفلات الخاصه باسم يقدموني اسكندر، معناها فهمتني. لكن هكا ليش منافق بكل شيء؟ اسمك الحقيقي في بطاقة تعريف هكول لي أمير. سؤال بياج هذا. ما يسالش علاش لا، انا ما عنديش مشكله، واحد ما يستعارش من اللقب نتاعو، الكلنا فهمت في تونس. الحاجه الوحيده اللي التونسيين ما يستعاروش باللقب نتاعهم بالاسامي نتاعهم، مش كيما نشوفوا تو في لبنان، ولا حتى يستعاروا حتى من وجوههم كيفاش، ونشوفوا المكياج ونشوفوا الزينه ونشوفوا جمال اصطناعي اخر. بالطبيعه انت كي تشوف وائل كفوري، كي تشوف رامي عياش، كي تشوف عاصي الحلاني، كي تشوف هذوما المطربين هذوما الكل اساميهم مش هما. على القيلة أنا بدلت اللقب، لكن هذوما بدلوا الاسم واللقب. وحاليا فما في تونس بدون ذكر أسماء يخدموا معروفين عندهم منتجات، تبدل الاسم وتبدل هذيك داخلة يعني في أمور تسويقية، والاسم ذايا يخرج في الألبوم أحلى وفي الكليب، الاسم يواتيك خير مع اللوك متاعك، ومعناها حاجات تم برشا زادة فنانين وكذلك بعبارة ممثلات توانسة كانوا كيف في كيف تونس اسم يلقوا رواحهم توا باسم آخر في العالم العربي واللي أكثر شهرة. صحيح صحيح، فما برشا كيما مصر قتلك، معناها مصر فما تبارك الله في ريال يوسف ودره زروق نحاولها زروق ولا الدره، ومعناها برشا. انا اللقب نتاعي يعني الدريدي، من عائله الدريدي، من الوالد من القروان عاصمه الغالبه. كيفاش الاسم يعني اسكندر امير كيفاش صار؟ كانوا يقدموني قبل في الحفلات الخاصه اسكندر. منهم مره قاعد نغني، غنيت موال الفنان الكبير المصري محمد العزبي. كي قدموني غنيت يا باهيه قبلها عملت موال، هكا واحد من الحاضرين يعني
صوت، قال لي خمسة وخميس عليك صوتك حلو يا أمير. يعني قالها هو بأمورك العفوية. اي ومعانا وقتها معانا امبريزاريو وكذا واللي حاضرين غادي وكذا، قال لي اسكندر يعني اسم اسكندر يوفى بحرف الراء وامير يوفى بالراء، معناها تجي موزونه الحكايه. يعني علاش ما الطرفة اي يعطيك حبيتها اللي الصحه، جات الاسم. علاش ما نردوهاش اسكندر امير؟ الاول قلت له زعما، من بعد عجبتني الفكره ولا هما من بعد مشاو عملوا افيشات وحدهم، فهمتني، في بلايص كي نخدموا يعملوا افيشات وحدهم اسكندر امير. ومن وقتها تواصلت الحكايه وليت اسكندر امير، توا ليا 3 سنوات نخدم بالاسم الفني اسكندر هذا. امير، تو انت اشرت لي اللي انت تم عندك الحفلات الخاصه قد تخدم فيها، ترى للفنان التونسي ما نجمش يخدم غير ما يخدم في المقاهي ولا في الملاهي ولا في المطاعم، يسكن ما نجمش يصرف على انتاجه غير بالحفلات الخاصه؟ والله الحكاية ذي الساعة الناس كل اللي يحكيوا فيها، وهو موضوع بالحق حساس وموضوع مهم ياسر. حكاية الحفلات الخاصة باش ما نكذبوش على بعضنا، معناها نكونوا واضحين مع بعضنا، يعني الحاجة الناس كل بارك الله تخدم فيك، حفلات خاصة. سامحني اي قسيت على كلامك، بارك الله فيك اللي انت استعرفت اللي تخدم في حفلات خاصة، خاطر هنالك عدة فنانين ما يستعرفلكش اللي هو يخدم في حفلات خاصة، ساعات حتى يقول لك نحي الكاميرا، ما يحبش شكون يشوفه مثلا في حفلات خاصة. والله صحيحة ولا اسكندر ضحك؟ والله صحيحة الحكاية اللي تحكي فيها، لكن راهو مش كاميرا ولا الناس، كل الشعب التونسي الكل علاش الفنان ما يعرف يحبش اللي هو يخدم في الأعراس، ويعرف اللي هو يخدم في في العربية البلايص معناتها؟ كذا، وعلى الفيسبوك تلقى أفيش في المطرب فلان الفلاني يخدم في البلاصة الفلانية، معناها ما والناس كل تعرف هذايا. الإنتاج خاص حاجة، هذاك تي هو صابر الرباعي الى يومنا هذا، معناها تلقاه في راس العام يخدم في اوتيل في تونس. زعما ذي ماهيش حفلات خاصه، حفلات حفله خاصة خاصه. صحيح. جورج وسوف كي يخدم في ما نعرفش، من غير ما نعملوا بوب يعني البلاصه معينه، فضل شاكر ولا جورج وسوف يجي القمرت في البلاصه كذا وكذا، درا شنيا ديني يعني قالا رغب علامه في كيف كيف لو 30 في يجي. المناطق الراقيه في تونس ويجي ويخدموا زاد هما. علاش الخدمه هنا في الحفلات الخاصه؟ يعني سامحني في الكلمه، ثم برشا ناس يبدا ماهوش في وعيه، دونك ماهوش باش يتمتع بصوتك، ماهوش باش يسمعك على قاعده، هذاك علاش قصدي هنا. غياب الشركات الانتاجيه في تونس، الفنان التونسي يضطر معناها حتى يبدا هو ما يحبش يغني في حفلات خاصه، لازم يضطر باش يغني فيهم باش ينجم يخرج اغنيه، ولا باش ينجم يخلص الملحن والموزع والاستوديو باش يوزع فيه. دونك نصور اللي هي وسيلة، معناها وسيلة بون باهية خايبة، ما نجموش نحكموا عليها، اما انفا تقعد وسيلة باش الفنان يقدم حاجة للمستمعين نتاعو. ما نعرفش هذا رأيي، اسكو اسكندر امير يوافقني عليه ولا لا؟ والله صحيح الكلام الكل اللي قلته صحيح، معناها كان واحد ما يخدمش في الحفلات الخاصة، تقول القايل ماهوش باش يجيك ملحن ولا باش يجيك شاعر ولا اللي باش يوزع لك ولا باش يسجل لك في استوديو، باش يقول لك على خاطرك صوتك حلو باش نسجل لك بلاش. معناها ما يتكلف قداش أغنية في تونس؟ بالطبيعة يتكلف، ومع أبوبريز يا اسكندر. والله انت والكاليتي، انت والملحن، شو انت معناتها انت وال والكاليتي انت والملحن؟ ثم لا ملحنين ملحن وثم ملحن اشتر ملحن ولا لا، كيفاش؟ بالطبيعة الملحنين يفرقوا كيما الفنانين، فما فنان شهرة قول هذا قصدك؟ فنان، لا حتى مش في الشهرة، حتى في الصوت، حتى في الحضور، حتى في الخدمة. الفنان الفن درجات، الشعر درجات، تسمع شعر وتسمع شعر آخر، بالطبيعة باش تفرق، باش تقول انا هو احسن، معناها في الحكايه ذي. سامحني اسكندر، باش نقول لك اللي علاش توا في تونس ما عندناش الكلمه الحلوه، ما نلقاوش اللحن الحلو، قاعدين نسمعوا في كل مره ثم فنان خرج اغنيه، اما مالوغوزمون الاغنيه هذيك ما تاخوش حظها، لا في الاذاعات لا في الميديا بصفه عامه ما تاخوش حظها. باغ كونطخ نلقاو الفنانين البرا، مصر ولا لبنان، عندهم الكلمة وفيزا تتقبل في تونس، تقبل في تونس وفيزا التوانسة يحفظوها. شنو هي المشكل؟
المشكل من اختيارات الفنانين بحد ذاته، ولا المشكل من الاجتهاد نتاع الشعراء والملحنين نتاعنا؟ نحبوا نحطوا اصبعنا على الداء في تونس، وينو المشكل؟ علاش غنايتنا جات فتره معينه ممكن في الثمانينات طلعوا برشا فنانين كيما نجات عطيه كيما لطفي بوشناق طلعوا بالكدا، ومن بعد ثم منهم اللي واصل بون قليل برشا، مع لطفي بوشناق من جمله برشا فنانين نجحوا. نلقاو عدنان شواشي ما نجحش برشا مثلا، شنو هي المشكل في تونس؟ والله السؤال متاعك ساعة وجيه هذايا، وعجبني الموضوع هذايا. انا باش نفسره في كلمة، معناها الحكاية هذي، انت كي تشوف اذاعة تونسية غناية تبدأ نقولوا نحن متوسطة في المستوى، متوسطة نحبه ولا نكره، تبدأ لبنانية ولا مصرية، الكلام عادي واللحن عادي وكذا. انت كي توصل تعاود هالي بالعشرين وثلاثين مرة وانا في كرهبتي وانا في الدار، الغناية ما عجبتنيش من الاول، ماهيش عجبتني الغناية متوسطة، يعني تتعاود المرة الاولى الثانية نلقى روحي انا بعد ما نعرفش انا في بيتي في الكوجينة في الكرهبة نبدا نظن منها من كثرة ما تعاودت لي في مخي. كيفاش معناها تحب غناية تونسية تتعدى مرة في الفال وتتنسى، مرة في الجمعة وشوف هذية كانت عدات، وكيفاش تحب الناس توصل. انا نصيحتي حسب، جرب اي غناية، مثلا تشوف غناية صابر الرباعي اكزامبل، عشيري الغالي اكزامبل، ما تبكيش، اغاني حلوة ماش متوسطة، اغاني حلوة ونشكر صاحبي الملحن احمد الماجري عمل له حاجة حلوة في الغناية ذيك ما تبكيش، الغناية تقبلت من الاول. لكن كي تزيد انت تعاودها بال15 و20 مره صايي الغنايه خذيت تبارك الله نجاح كبير عند المستمع. هذايا نحن اشكالنا في تونس، اشكالنا التونسي يتعدى مره ومرتين ويوقف غادي، يبداو العباد وين 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 الاخر تبدا مفروض عليك بالسيف. سامحني، مي ساعات في الميديا ولا في لي راديو يقولوا مثلا احنا ما نعديوش الاغنيه الفلانيه على خاطرها ماهيش مطلوبه، معناها حتى لي ميديا الفنان يقول علاش الاغنيه ما تتعداش، اغنيتي حلوه على ما تتعداش، ديما لازمها تتعدى وتاخذ حظها كيما الاغنيات المصريه. ولي ميديا في لي راديو يقول لك انا نعدي الاغنيه التونسيه مره اثنين، التوانسه ما يحبوش يسمعوا الاغنيه التونسيه، يولوا اوتوماتيكمون يرجعوا للاغنيات المصريه والاغنيات الخليجيه واللبنانيه اكسيتيرا. والله هو الاغنيه التونسيه كي تولي تفرضها كيما الاغنيه الشرقيه، المستمع نحن عنا الاشكال شنية في حتى في العالم العربي الكل، حاجة من الاول ما عجبتنيش ديريكت نصدها، يعطيك الصحة نصدها. انا باش نحكي لك حكاية صارت عليا، مثلا البوم الاخراني بتاع فنان نحبه برشا بارك الله عليه خدام اللي هو الجسار، فنان معناه ناجح تبارك الله، اول ما سمعت الالبوم متاعه ونلقى 14 اغنية سمعتهم لاغاني الكل، بعد قلت الالبوم مستواه ماهوش، معناها ماهوش حاجه، قلت علاش انا نزيد نسمعه مره واثنين وثلاثه، سمعت نلقى اغاني ولا اروع. كيفاش معناتها من النظره الاولى كيفاش؟ فما خاطر فما غنيه يزمك تسمع تركز، يزمك تركز، يعطيك الصحه، خاطر مش كيما باش نسمع غنيه. انا الغنيه توا وليت اطول غنيه طولها 3 و4 دقائق، معنى النجم انا نكون في الكهرباء قاعد اي يعطيك الصحه 50 دقيقه وتجي حفله تعمل غنايتين ام كلثوم، تو تعمل حفله فيها حتى 20 غنايه، انا نبدا نسوق ولا ما نعرفش في اي بلاصه وكذا وتحط لي في الراديو غنايه تتعدى فيسا وكذا، مانيش باش نركز في الكلام في اللحن في ولينا نركزوا برشا على الايقاع احمد اسكندر اكثر منه على الصوت، على الكلمه جيده، على اللحن، يعني وليت الايقاع هو اللي يغطي برشا عيوب في الاغنيه. صحيح، هو الايقاع مش الناس كل تخدم الاغنيه الايقاعيه، مثلا صابر بقى يخدم الاغنيه الايقاعيه ويخدم الطربيه، لكن فما ناس تخدم كان الايقاعيه. علاش يخدموا كان الايقاعيه؟ خاطر الايقاع يغطي النشاز نتاع الصوت، معناه يزمو يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، أو كخطر المتقبل والمستمع المتلقي يعطيك الصحة، كي يبدأ
عامل جو وقاعد يرقص وكذا، ما عادش باش يركز على مغنى ولا باش يركز على كلمات ولا باش يركز، قاعد معناه همه الوحيد انه فهمتي حاجه ايقاعيه ويعزف معاها اسكندر ويوزن امير معاها وكل وين شيء. يلقى روحه في الاغنيه الطربيه وفي الاغنيه الايقاعيه الشبابيه بتاع توا؟ والله باش نكون واضح معاك، نحبهم الاثنين، نعشق الطربي، سمعت مليح الوديع الصافي وأم كلثوم وعبد الحليم. نجمو نسمعو حاجة فكيتيري من فمي. أكيد ما نجمش نقول لكم ليه وما نسمعكمش، عايش بارك وفي الله فيك. عيد ميلاد الإذاعة الخامس الحلوة هذه الراديو الخامسة ياسمين. لراديو ياسمين، إن شاء الله يا ربي العيد ميلاد السادس والسابع والعشرين والمئة يا رب، وإن شاء الله عايش معناها تقدموا وتوصلوا حتى الإشاعة متاعكم إن شاء يوصل الله عربيا تجينا إن سيدة شاء الله نبدأ في على موجة الإفهام هذا بإذن إن شاء الله. الله. نسمعوا حاجة طربية يعني. طربية أكيد. بعد ببالي أهل هاك الدار، متعوب قلبي والفكر محتار، صارت عيوني مشرد اللفتات، مشتاق روح لصوبهم مشوار، هب الهوى وترمح الموال، من صوب ولا مرسال، مرسال دابت عيوني عالسهر وحدي ودموع قلبي جبال فوق جبال. يعني مقطع صغير الوديع الصافي يعني يعطيك من الصحة، عشاقه. يعطيك الصحة. عايشك الله يخليك. يعني انت من عشاق الفن الجبلي اللبناني. يعني بما اني زرت لبنان قديش من مره مشيت لها يعني، وزدت سمعت أثرت يعني من يعطيك بالأغاني الصحه، اللبنانية. لكن بالطبيعه نغني وكل شيء. انا اول ما بديت معناها نغني، كنت نغني تونسي ومن بعد وليت طربي، والحمد لله عندي تجربه بلي نحب نفهم حاجة، في أنت الغربي. قلت لي توا غنيت تونسي وبعد غنيت طربي، هل لأنه الفن التونسي ماهوش طربي؟ لا فما غاني علاش تونسيه. ديما نفرقوا ما بين الفن التونسي والفن الطربي؟ وين ما ثماش نقطة لقاء ما بيناتهم ولا كيفاش؟ لا والله فما نقطة لقاء بيناتهم، وما فما في التونسي فما الطربي، تسمع مثلا أغاني سمعنا سيد علي حاجة تونسي الرياحي طربي مثلا تلقى طرب، جاموسي ما عندوش مثلا غني. سمعك غناية لسيد علي الرياحي الله يرحمه، هذه تتسمى طربية، عند الشرق يسمعوا يقولوا طربي رغم أنه الكلام تونسي. تقول ينجيك وينجيني من عين الحسان، خليك ويخليني عيدتنا أعياد لما نكون اثنين، بعاد على عينين، لما نكون اثنين، بعاد على عينين، لما تنساني يا زين يا زين يا سيد الأسياد، من عين الحساد، من عين الحساد، من عين الحساد، ينجيك وينجيني. يعني هذا من التونسي متاعنا التونسي الأصيل الطربي بتاعنا. متاعنا، لكن فما يفرق بين التونسي، فما المقامات التونسية متاعنا كيما العرضاوي والمحير سيكا والحسين والمحير عراق، وفما اللي لحن في الشرقي يعني المقام شرقي لكن الكلام تونسي. فهمتك. يعني هنا اسكندر امير، تبارك الله عليك وعلى صوتك عايشك حقيقة، الله يعني يخليك. في الطربي كسوسوا
الجبلي اللبناني، والا في التونسي لقينا اسكندر امير حاضر، الطبقه اللهم صل على النبي، الصوت الكرجوم اللي يعبروا عليها زاد الحمد معنا لله الحمد لله يعني. ستر ربي. اذا انت مع للفن موهبه اكثر منه قرايه ولا كيفاش؟ اكيد يعني انا ما صوتي ماهوش باهي والنجم نكون نغني، موجوده برشا هي موجودين في الساحه وتبارك الله ناجحين، لكن مازال خير في الدنيا كما نقولوا نحن، ومازالت ناس تسمع ومازالت ناس معناها نقولوا نحن بلغ اي بلغتنا للدرجه تتبنن الحاجه الباهيه. انتوما في قرار نفسكم تشوفوني انا ولا تشوفوا واحد اخر ولا تشوفوا اي مطرب اخر، في قرارة نفسكم وفي داخلكم تعرفوا شنية الصوت هذاك. تنجم انت تقول له راهو يعطيك الصحة، لكن هو انا كاعلامي نقيس مقياس النجاح ومقياس الشهرة بالمهرجانات الكبيرة، كيف انا نشوف فنان المستوى الاغنية نتاعو ما يرتقيش لمستوى عالي يعني كيف، لكن يعبي لك يعمل لك كارتاج كومبلي، يجيني واحد اخر زاد مستوى الاغنية نتاعو تبارك الله عليه في الصوت في كلمات في كذلك اشعار لحن توزيع، نشوف ساعات ماهوش ما يعبيش يعني مهرجان كبير كيما مهرجان كارتاج، ولا ساعات حتى ما يوصلوش جمله. صحيح كلامك صحيح، انهم فما برشا مطربين يستحقوا كارتاج ويستحقوا جرش ويستحقوا برشا مهرجانات في العالم العربي، لكن فما كلمة نحن نقولوها في تونس اللي سماك غناك، كلمة معروفة معناها نقولوها الناس كل نحبه ولا نكرهه، كل واحد هنا فهمتي فما حظ يلعب، فهمتني فما أصوات كبيرة ما عطاهاش الحظ وغناهم حلوة وكذا، وفما أصوات يعني عادية ونشحت، ونحن نقول للناس كل ربي يعينهم مستوى إمكانيات كذلك المستوى بالطبيعة إمكانيات، وتلقى يعني شكون يقف معاك في مع تبني شركات كذلك مع رجال أعمال، تلقى عنده مثلا الوكيل الأعمال نتاعو برشا حاجات تساعده باش يوصل للمستوى الشهرة اللي هو مثلا موجود فيها تو. صحيح صحيح، تلقى شكون يعاون وتلقى اللي يقول له أنت عليك غني وخدم واش علي، حتى الفنان نفسانيا يرتاح يولي فهمتني يقدم في حاجة معناه ما يخمم في حد شيء آخر. يخمم يعني كان في الأغنية. يغني أكا هو ذيك أمور التسويقية، ذيك الأمور الإنتاج، الأمور كذا كليبات وكيفاش تتعدى كذا، ناس لاهية بيه، مدير أعمال، هذيك كلها معناها كي يلقاها شكون لاهي بها ما عاد يخزر حتى شيء. معناها احنا اليوم في تونس معناها ما وصلناش باش نعملوا خدمه فنيه بروفيسيونيل كما يقولوا. والله لا، فما خدمه بروفيسيونيل في تونس، وفما منتجين تبارك الله، وفما ملحنين خمسة وخميس، وفما اصوات حلوه ياسر، وفما شعراء، وفما كل شيء في تونس، لكن الله غالب فما حاجات مع يعني ماناش كيما لبنان وماناش كيما مصر، فهمتني؟ انا ما فهمتش، ما نحبش نقول الاعلام ولا شنو هي مشكلته الاعلام؟ الاعلام سامحني انا ناس باش ندخل، علاش ساعات نشوف الفنان ماهوش قاعد يخدم على قاعده؟ هل ترى منه هو الاعلام موجود؟ ساعات الاعلام يقول لك وريني هات عندي، ايش عندك انتاج انت؟ باش نعديه لك. صحيح والله، ساعات يبدا عندك انتاج وكي تشوف تعطي غنايه ما نحكيش راهو كيما نقولوا نحن سوابع يديك مش قد تقدمه، مش الاذاعات الكل كيف كيف، متفهمي فهمتني؟ فما اذاعه باهيه واذاعه خايبه، وذايا راهو ما نعرفوه وانت تعرفوه بالطبيعه، هنالك هنالك تنوع كبير على مستوى الاعلام في تونس، يعطيك الصحه في القنوات في الاذاعات في كل شيء، ما نجموش نغطيو عين الشمس ونقولوا الاذاعات الكل ممتازه في تونس والقنوات كل ممتازه، هذه حاجه معروفه، هذيك التوجهات كل اذاعه وكل قناه، يعطيك الصحه. لكن كي تشوف واحد مثلا مشى إذاعة معينة يعطيها غنيت ويعديوها له مرة كما قلت، معناها ما نحبش نعاود كلامي اللي قلته قبيلة، تتعدي له مرة وتموت الغناية، يولي هو بيدو يبخل، يولي يبخل ما عادش يحب، معناها يطيحوا له المورال كما نقولوا نحن، فهمتي؟ ما عادش عينه باش يجتهد، فهمتك؟ يعني هنالك اسكندر أمير المشكلة موجودة مش كان في الفنان فقط،
وانما مشكله متكامله اللي هي من طرف الاعلاميين، من طرف الفنان زاد في حد ذاته، كسوة شاعر ملحن فن مغني مطرب، والا وكذلك يعني من الموزعين. علاش زاد ما نقولوش ثم شركات، قله شركات الانتاج كذلك في تونس اللي هي تخليش. اي في تونس بالحق فما قله في شركات الانتاج، لكن هاو كما قالوا برشا زملاء فما شركات ان شاء الله باش تحل، وان شاء الله نخدموا على رواحنا، واللي يعملوا ربي ان شاء الله ربي يسهل فيه. ان شاء الله اسكندر، وان شاء الله الفن بصفه عامه في تونس يلقى حظه، مش كان الغناء معناها، ان شاء الله نلقاو سكسي في السينما وفي المسرح اكسيتيرا. توا نمشيو فصل غنائي وثم نرجع مع الفنان المطرب الشاب اسكندر امير. مسنا معكم في عيد ميلاد 23، في عيد ميلاد الخامس. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا، اللي قاعدين يعملوا جو اكيد مع كمال ومع هيثم ومع امان عبر موجات راديو ياسمين الاذاعه التونسيه على الانترنت. مثلا معنا اسكندر امير الفنان التونسي، حبيتو بالصوت الترابي الاصيل بوديعه الصافي وعلي ليه الله يرحمه، ومثلا مش حكيو معاه ومسائل عشوية معاكم عبر مشاهد راديو ياسمين اللي تعدوا نساعة على الانترنت. بس انا مع اسكندر. اسكندر مرحبا بيك وسددا. مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل والمستمعين عايشك اسكندر. اسكندر حكيوا على البرامج الهوات كما تعرفوا، وكما حكيت قبيلة مع زملائي هيثم وامير على مشاركتك في سوبر ستار. كيفاش ترى البرامج الهوات معناتها وقت شاركت في البرامج هذوكم، معناتها حبيت تولي عندك الشهرة العربية والانتشار العربي والتونسي، ولا بعد قلت خلينا نجرب بعد جست لعبة بركة هاي؟ والله أول ما قدمت على برنامج سوبر ستار حبيت أولا نكون فيه، وهذا حلم كل فنان وحلم كل شاب، خاطر البرامج الغنائية هي كما نقولوا نحن طريق ومسافة 20 سنة، في 4 شهور تلقى روحك نجم وستار ويعملوا لك في غناية وكذا، معناها خدمة ناس، معناها تخدم فيها ناس طويلة، معناها فترة طويلة 20 سنة أنت تكسبها في 4 شهور، والناس كل تولي تعرفك وتعرف تتعرف في العالم العربي، يعني فهمتي تربح شويه وقت. اتمنى واحد يكون معناه في البرنامج هذا، لكن كل شيء قدره الاله والحمد لله على كل حال. نحن نخدم وان شاء الله ممكن خيرها في غيرها وربي سهل ان شاء الله. ليش نقولوا بانه اسكندر امين شاف برنامج السوبر ستار قبل ما يدخل عمل كاستين، كيشوف يجرب البرانسيب تاع ليميسيون، بعد يشوف برنامج ترابي، وبعد تقول عندي الصوت تاع ترابي ولا باش يدخل يشارك. بالطبيعة انا كي قدمت على برنامج سوبر ستار معناها عارف شنو يحبوا في المقام الاول، خاطر في البرامج الغنائيه كيف كيف تفرق، يعني ماهوش كيما ستار اكاديمي، ماهوش كيما ستار اكاديمي نوعيه الاصوات اللي يحبوها واللوك وكذا، مش كيما سوبر ستار. سوبر ستار لا يهمهم لا في لوك لا يهمهم في حد شيء، الحاجه الاولى والاخرى هي الصوت وحلاوه الصوت لا اكثر ولا اقل. كيفاش ثلاثة البرامج توا قاعدين نتزادوا برشا برامج الهويت كما عرب ايتول اللي كانت شبه برنامج تاع سوبر ستار متنوع، ولات في قناة على بي سي قناة جديدة والاسم نتاعو تبدل. كيفاش ريتها؟ والله برنامج اراب ايدول زاد ما كذبش عليك حلم الناس كل انه يولي، شاركت فيه؟ ما شاركتش انا فيه ما نكذبش عليك، لكن خاطر ما نعرفوش انا البرنامج، هو في عام الاول برشا ناس ما معناه ما برنامج تربي ولا مشتربي يعطيك الصحه برنامج عربي ولا حاجه، طلع بعد فقنا بيها انه كيما سوبر ستار لكن في هكا في حله جديده نقولوا نحن، وفي قناه اخرى تبدل من سوبر ستار الأراب ايدول، وكي نشوف اللي خرجوا منه التوانسة على فكرة في الأصوات، نعشق صوت المصرية اسمها هي كارمن سليمان مصرية بصراحة، والمغربية زاد دنيا دنيا بطمة
زاد اصوات حلوين برشا، وعندنا اصوات بارك الله توانسه كيما هذيك، غفران غفران فتوحي وحسن خربيش، يعني فما مالا تشجع جبان باش ينطلقوا النجوم عبر البرامج هذوما. اكيد اكيد ما فماش واحد باش يقول لا للبرامج كيما كاية. ما تقولوش ننسى بلادنا، ما نعطيوش الكليبات ولا ما نعطيوش الغنيات ولا ما عيطوليش في التيلي ولا ما نطقش البيبان في التيلي ولا في الراديو ولا حاجه. لا والله لا، هو كي اولا الساعة كي يشارك في البرامج يولي ستار، يولي برشا مطلوب، يطلبوه ياسر ويجا وعمل انترفيو كذا وكل شيء. فما ناس لا، فما ناس كي تقبل في برنامج ويولي مثلا نقولوا نجم نحن في العالم العربي، خاطر كان باش يتعدى في لبنان اكيد الخليج باش يشوفوه، المغرب تونس كذا. فما ناس تتغر، يقول لك يولي عنده الغرور، يولي يختار القناة هذية وهذه لا ونمشي لهذه وهذه لا وتخلصوني وكذا. معناها حكاية حكاية كبيرة. لا علينا في الدخول في أكثر في الديتاي كما قلت لك. اسكندر باش تغني حاجة لايف، باش تغني لنا حاجة من أغانيك الجدد اللي باش يصل قريبا في والله. أغاني الجدد عندي ثلاثة أغاني إن شاء الله. فما أغنية لبنانية، فهمتني، لبنانية لبنانية بما أني نحب الجو ذاك. وفما أغنية تونسية، جونا التونسي. وفما أغنية مصرية هذه الأخرانية إن شاء الله. ما نجمش بما انهم مازالوا معناها في طور الانجاز كيما نقولوا، ما نجمش حفظا برشا حاجات والزملاء في الفن يعرفوا ذا، لكن باش نقول شويه من كلمات الاغنيه المصريه. الاغنيه المصريه تقول يا حياتي، اسمها يا حياتي انت فين، الكلمة انت فين، تقول الكلمات يا حياتي انت فين، هجرتيني ورحت لمين، ازاي تهون عليك السنين وتخلي قلبي مليان حنين. يعني كلام الغناية باش تكون ان شاء الله رومانسية، الجو سلو هكا هذا هي مقطع صحيح. والله ان شاء الله هي ان شاء الله في الجلسة الجاية باش نجي ان شاء الله بإذن الله، واول ناس باش يكون عندهم البرودوي هما انتوما ان شاء الله حصريين معناتها. اكيد عايشك هذه فهمتني، نقولها قدامكم والناس كل تسمع فيا ان شاء الله باذن الله. بس والله هي فما وديع الصافي قبل وديع الصافي حاب يعاود قبيله غنينا وديع الصافي. بل ما نسمع وديع الصافي، تبارك الله عليك في الصوت، يعني كسوا الله يخليك عايش الجبالي، كذلك في الفن التونسي، كذلك يعني لي اسكندر امير يغني كذلك باللغات الاخرى. صحيح. اعطينا الساعه كيفاش الحكايه هذه. قلت لك قبيله في الكواليس انت ما كنتش ما في بالك يا اخي، اوضحني تو. صحيح نغني بطبيعتي، نحب شكون فما شكون معناها الناس كل تحب الفن الغربي، لكن فما شكون اللي يغنيه وفما شكون اللي يسمعه وما يغنيهوش، يعني تفرق بين كل فنان وفنان. اسكندر امير يسمع ويغني الحمد لله. انا نحب نغني حاجه بمناسبه عيد ميلاد اذاعه ياسمين بعد 5 سنوات، وان شاء الله يا ربي الدنيا ديما روز كما يقولوا قدام الاذاعه ذي ان شاء الله. نقولوا طرف من quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Merci. يعطيك الصحة اسكندر. عايشك الله يخليك. اسكندر عبر موجات راديو ياسمين. أنا مصر على أغنية إسبانية. أمير مصر على أغنية إسبانية، كذلك أنا جدا نحب نسمع شوية من أغاني الإيطالية. معروف ياسمين. والله ما عادش وقت يتهمنا جدا. كذلك يتهمنا، أما حبينا سكوب يعني لإسكندر أمير يعني. فنان بأتم معنى الكلمة، يغني كذلك مش بالعربية فقط وإنما كذلك باللغات اللاتينية، خلينا نقول الفرنسية الإسبانية الإيطالية. كذلك اسكندر معروف عليه اللي كان رياضي سابق. أكيد لعبت مدة طويلة في كرة اليد يعني من أصناف الشبان حتى للأكابر، لكن بعد صارت لي إصابة في كتفي اليسار اللي كنت نلعب به. الحمد لله وكهو دافع خير وذاك من عالم الرياضة رجعنا، لكن ديما نقعد رياضي، والرياضة ذيك حبي الأول. أكيد الرياضة عندهاش علاقة بالفن. أكيد الرياضة، أنا مثلا ما نجمش نغني ما نمشيش نعمل جريات وفوتينغ قبل ما نمشي نغني، في السوف في الصوت في الطبقة العالية وكذا، كله تاخده من الزدر وتاخده من الكرش يعني. معناه يلزمك تكون رياضي، مش كيما واحد يدخن ويبدا مش كيما واحد ساعتنا خو رياضي يدخن تلقى تلقى في السوق عندك ما تختار. اسكندر الوقت تهمنا برشا، فهم برشا ضيوف قاعدين نستناو باش يجيو يضحكوا بينا الان. اسكندر كلمة الختام، شو تحب تقول للمستمعين راديو ياسمين؟ وشو كما قلت ناصر علي بوراوي ولا فنانين اخر فنانين وضيوف اخرين، شو يطلبوا يستمعوا برامج على راديو ياسمين خلال الايامات القليله القادمه او في السنوات القادمه ان شاء الله؟ والله ان شاء الله انا اولا نحب طلب عزيز وغالي من اذاعتكم الحلوه ذي، طلب انكم يعني تتلهوا اكثر بال اللي خذا طريق وخذا معناه في الفن، لكن تتلهوا اكثر بالشباب يعطيك الصحه والصاعدين، وبالاخص كما قلنا قبيله وقالوا زميلي ناصر علي زاد لي قبلي، انكم تكثروا من الاغنيه التونسيه ان شاء الله. وان شاء الله فهمتني علاش لا الاغنيه التونسيه، راه ما نقولوش انها اغنيه ما تنجمش تنجح وما تنجمش توصل للمتلقي العربي، اكيد بالخدمه وانتوما من شيره ونحن الفنانين من شيره ان شاء الله نوصلوا لحاجه كبيره. ونحب نقول في كلمه الختام ان شاء الله يا ربي نقعد ديما نجيكم في عامكم السادس والسابع والثامن كما قلت قبيله، وعقبال الألف يا رب، وإن شاء الله يا ربي ديما الفن حي بخير والإعلام حي بخير وراديو ياسمين حي بخير. شكرا عليك ساعة اسكندر. شكرا لك اسكندر، منورنا اليوم في العيد ولايه الخامس لراديو ياسمين اللي كما قلت لكم اليوم هذا حد 25 مارس 2012 اليوم مش هتفلو في عيد ولايه الخامس كما قلت لكم برشا ضيوف باش يكونوا معنا. شكراكم طبعا، خليكم الآن مع فقرة اخترناكم احنا الكيب وراجعينكم عبر موجات راديو ياسمين.